اتجهنا الى مرسى مطروح. تابع الفيديوهات قبل كده هيعرف ان انا عملت فيديو لقطر النوم من القاهرة للأقصر. وبما ان قطر النوم من القاهرة لمطروح بقاله يمكن سنة او سنة وكم شهر، فقلت اجرب بقى قطر النوم لمطروح واشوف ايه الاختلاف ما بينه وما بين بتاع الأقصر. فخليني اوريكو الاختلاف ما بين القطرين. اول ما بندخل من الباب ده بتكون دي الكابينة، هي حلوة جدا لشخص او شخصين، لان هو بيكون فيه سريرين، اللي فوق ده سرير واللي تحت دي كنبة بتتقلب لسرير برضو. الكابينة دي فيها اغلب الحاجات اللي انت ممكن تحتاجها، يعني في فيشة، في مراية، وفي في المراية نور زيادة غير النور بتاع الكابينة نفسها، فده حلو. وفي جنب المراية ضرفة كده بيكون فيها جوه بقى ايه، صابونتين، كاب هولدر. اعتقد بقى ده لو معاك فرشة سنان وفي كوباية، انا معرفش الصراحة يعني هستخدمه في ايه ده، مش عارف. المهم يعني في الحاجات دي موجودة، تقدر تحط حاجتك هنا، حاجات صغيرة كده، موبايلات بتاع، محفظة. ومن الحاجات الحلوة قوي في الكابينة برضو الحوض، ان انت يبقى عندك حوض في الكابينة فتحس ان انت كده مش محتاج اي حاجة. يعني هو في حمام برا، لو حبيت تدخل حمام تغسل وشك بتاع موجود، بس ان هو يجيب لك الحوض في الكابينة عندك فانت مش محتاج تروح للحمام اصلا اذا احتاجت الحمام نفسه. وفي نفس الوقت مش محتاج تستخدم الحوض ده، هو بيتقفل وبتستخدمه كترابيزة بقى تحط عليها حاجة. انا حاسس ان انا راكب نفس القطر بتاع الأقصر، كل حاجة موجودة هي هي. في بقى ترابيزة عشان لو حابب تاكل، لو حابب تحط حاجة، تقعد تشتغل، تستغل الوقت ده. ففي الترابيزة دي، الترابيزة دي بقى الصراحة عجبتني أحسن من الترابيزة اللي كانت موجودة في القطر بتاع الأقصر. التانية كانت بتترفع كده وتقعد تحاول فيها علشان تقلبها ترابيزة وبتاخد وقت، لكن دي دلوقتي هم حاطين بتاع كده تحت حديدة، تمام؟ انت بمجرد بس ان انت ترفع الترابيزة دي الحديدة بتتفرد، خلاص ترابيز. الرحلة دي بيكون معاها وجبة، انت بتختار طبعا وانت بتحجز الوجبة دي تكون وجبة خفيفة ولا وجبة سخنة ولا سمك، يعني في كذا اختيار، بس طبعا بما اننا بالليل وقت عشاء فاخترت وجبة خفيفة. الوجبة الخفيفة دي بقى عبارة عن جبنة رومي وجبنة شيدر وجبنة بقى ايه، مثلثات دي ملهاش اسم الصراحة، واحد كايزر وبسبوسة كيكة، مش عارف ايه دي، بس هو ازاي مفيش حاجة نشربها نبلع بيها يعني، لان يعني كل ده نواشف، واحد عصير بس يعني نشرب كده نبلع مفيش. بص انا حتى في القطر بتاع الأقصر انا اتكلمت على موضوع الاكل ده وقلت نصيحة، علشان الطريق طويل، اي حد راكب قطر النوم وطالع الرحلة دي سواء مطروح او الأقصر او اسوان انت لازم تجيب اكلك معاك. ليه؟ الاكل هنا او الوجبات اللي هنا دي ممكن ما تعجبش اي حد ومش هتشبع. يعني انا كمان كنت ناوي اعمل ده، بس عشان جيت متأخر وبتاع وكنت عايز الحق القطر بسرعة، جبت معايا دومتي بيبسي ومية، لكن الوجبة اللي بتتقدم لك في القطر هي بس تسد جوع. طب والله البسبوسة طعمها حلو، كنتش متخيل كده الصراحة. وجايبين بقى سكينة ومعلقة ومنديل، منديل مكتوب عليه ارنست، ارنست دي الشركة المسؤولة اللي بتدير خطوط السكة الحديد. والله فكرة قطر النوم في حد ذاته فكرة جامدة جدا، انا شايف ان هي من الوسائل المواصلات الحلوة والمريحة، بغض النظر عن الاصوات اللي بتحصل دي والهبد اللي بيحصل، بس انت ايوه تمام ماشي. عايز اقول كلمة حلوة، انا كنت لسه اقول بس انت بتبقى مرتاح وبتاع، مش عارف والله انا مش عارف، بس في الاخر انت بتبقى في كابينة في سرير وفي كنبة وبتاع، وبتقدر ان انت تاخد راحتك فيها جدا، فدي وسيلة مواصلات حلوة غير ان انت تاخد ميكروباص او باص كبير وبتاع، برضو الموضوع ما بيبقاش مريح بالدرجة دي. الكابينة دي انا واخدها فردي، يعني انا لوحدي في الكابينة ب315، ده المطروح. لو هتبقى انت وحد تاني ب200 وحاجة، ممكن ب210 215 برضو حاجة كده يعني. شكرا عم احمد. شكرا يا باشا. كده بقى اتفتح السريرين، جاهزين ان احنا ننام في اي وقت. في هنا السرير اللي تحت ده والسرير اللي فوق، راحتك بقى، انت لوحدك في الكابينة، عايز تنام فوق تنام فوق، عايز تنام تحت تنام تحت، عايز شوية هنا وشوية هنا براحتك، الكابينة بتاعتك. والحاجات دي بتبقى حلوة الصراحة وانت مسافر مع ناس صحابك.
بتسلوا بعض في الطريق. وبرده ميعاد القطر الصراحه حلو، يعني ميعاده ان هو بيطلع الساعه 11 ونص بالليل، فهو ده اصلا وقت نوم. انت هتيجي هتقعد شويه وتنام، تصحى بقى الساعه 7 الصبح. يعني انت بتروح البلد اللي انت رايحها بتبدا اليوم فيها من اوله. طيب انا رحت شفت بقى البوفيه، بس للاسف البوفيه مش موجود هنا، مش شغال في القطر ده. قالوا لي البوفيه ده بيبقى موجود في قطر الاقصر واسوان بس، لكن لو حابب تطلب بقى قهوه او شاي ينسون الكلام ده كله بتطلبه من الناس اللي شغاله هنا، وهم بيعملوه بيجيبوه لك لغايه السرير اللي انت فيه او الكابينه اللي انت فيها. بوفيه مفيش بوفيه. الجو هنا الصراحه بيبقى برد، المفروض انا عامل درجه الحراره دي على اقل حاجه، والجو برد جدا، فانت بتحتاج وانت نايم لبطانيه. في بطانيه هنا تمام بتقوم بالغرض. في ناس طبعا ما بتحبش ان هي تنام او تحط وشها على حاجه او مكان ما تعرفوش، بتقلق من الموضوع ده، وانا الصراحه من الناس دي، فبحب ان انا مخده او اي حاجه هنام عليها واحط عليها وشي بفرش عليها حاجه، ممكن افرش بقى الفوطه، ممكن افرش تيشيرت بتاعي وانام عليه، فانا هعمل ده دلوقتي. بس انا متاكد ان الحاجات دي بتتغسل وان الحاجات دي بتتغير كل رحله والتانيه، فهي امان اكيد امان يعني. المهم انا محتاج انام، حاسس ان انا بدات اسقط. الساعه دلوقتي 3 الا 10، وانا المفروض القطر ده هيوصل الساعه 7 الصبح، فمحتاجين ننام الاربع ساعات دول عشان نقوم فايقين شويه بقى لمرسى مطروح. المشكلة بقى انك تحس ان الباب بيتفتح بس مفيش حد بيفتح الباب، تحس ان حد عايز يدخل بس محدش عايز يدخل. مش عارف بقى ده ايه ده، يعني الأكرة ما بتنزلش بس اكن حد عايز يدخل من بره، بس اكيد ده القطر يعني. غريبة بتحصل الصراحة، والحوار مقلق يعني. صباح الخير، الساعة دلوقتي 6:30 الصبح. واحد ما استكفاش من النوم خالص. المشكلة ان انا لحد دلوقتي انا مش عارف هقعد فين في مطروح، وانا جاي مطروح علشان اعمل فيديو تاني غير فيديو القطر، هجرب اكلة معينة كده في مطروح. تابعوا بقى الفيديو الجاي ان شاء الله. القطر طبعا في حمام لو انت حابب تستخدمه او تستخدم الحوض اللي فيه، بس الحمام ما ينفعش تستخدمه الصراحة، يعني مش هينفع حتى اصوره لكم. في اخرك تستخدم الحوض ده، الحوض ده المايه بتاخده بقى ايه بالرجل، تفضل دايس المايه تفضل شغال، شايف رجلك المايه فصلت. تكنولوجيا برضه، بس انت ما تستخدمش الحمام غير والله براحتك. احنا خلاص 10 دقايق ونوصل المحطه. تجربتي بقى عامه في قطر النوم، هو العيب الوحيد بس اللي فيه ان انت ما بتعرفش تنام كويس من الاصوات اللي بتحصل دي والفرامل كل محطه، فبتصحى غصب عنك. احنا كده داخلين على المحطه فرامل، ده بقى بيصحيك فاش نام. بس غير كده انا شايف ان هو القطر ده مناسب جدا للمسافات الطويله في السفر، انت قاعد لوحدك واخد راحتك جدا في سرير.
الحمد لله على السلامة من مطروح. احنا كده وصلنا محطة مطروح، هروح فين بقى واقعد فين واعمل ايه؟ انا لسه مش عارف لحد دلوقتي، بس هدور على اقرب مكان هنا من المحطة وسط البلد. في كذا فندق كده شفتهم على النت، فهنزل ابص عليهم واشوف ايه الانسب ان احنا نقعد فيه. واخيرا وصلت فندق اتريتيكا، ما خدتش وقت خالص من المحطة، يعني تقريبا بالظبط 5 دقايق، فده اللي كان حلو الصراحة بعد المعاناة والرحلة الطويلة من القاهرة لمرسى مطروح. فهدخل بقى اعمل تشيك ان واستلم الغرفة واريح شوية. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم وقطر النوم عجبكم، وان شاء الله اللي مسافر مسافات طويلة يجربه ويرتاح فيه. اشوفكم في فيديوهات تانية اكتر واحسن، واستنوا الفيديو الجاي من مطروح، فطار البدوي في مطروح. ولو انت على الفيسبوك لايك وشير، ولو على اليوتيوب سبسكرايب وبرضو لايك، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.